Welcome to Learn English with Mr. محمد سعد. تعلم الإنجليزية مع مستر محمد سعد. مواصلين معاكم فيديوهاتنا لتأسيس اللغة الإنجليزية لجميع الأعمار، للأطفال، للكبار والمبتدئين. اتكلمنا في فيديوهات فاتت عن تكوين الجملة الخبرية في اللغة الإنجليزية، وقلنا الجملة الخبرية بتتكون من subject, verb, object، واتكلمنا عن الفاعل، إيه هو الفاعل؟ وقلنا يبقى يا اسم او ضمير بيحل محله، واتكلمنا عن subject pronouns اللي هي ضمائر الفاعل، واتكلمنا بعد كده عن الفيرب الفعل، وقلنا الفعل هو اللي بيعبر عن معنى الجملة، عن حدث الجملة، بيعبر عن ايه اللي بيحصل، واتكلمنا عن الفيرب في تصريفاته المختلفة، وقلنا الافعال يا اما منتظمة regular verbs او غير منتظمة irregular verbs. وبعد كده اتكلمنا عن المفعول، وقلنا المفعول اللي هو بيقع عليه فعل الفاعل ويكون يا اسم او ضمير بيحل محله، واتكلمنا عن object pronouns ضمائر المفعول، وخدنا اهم فعل في اللغه الانجليزيه اللي هو verb to be من اهم الافعال الغير منتظمه اللي بيشتغل كفعل اساسي وفعل مساعد في اوقات كتير. النهارده مواصلين حلقاتنا في تأسيس اللغة الإنجليزية، وهنتكلم عن verb to have اللي هو من الأفعال الغير منتظمة. لو فعل منتظم أنا مش هتكلم عنه، لكن هو من الأفعال الغير منتظمة. Let's get started. تعال نشوف verb to have كده مع بعض. verb to have، قلنا قبل كده إن الverb ليه ثلاث تصريفات: present مضارع، past participle مضارع ماضي تصريف ثالث للفعل او اسم المفعول. verb to have ليه معاني مختلفه. have معناها يمتلك او عنده او لديه او يتناول او يقضي حسب الجمله اللي عندي. have في المضارع في البريزنت بيبقى have للجمع وhas للمفرد، ده في البريزنت في المضارع. في الباست في الماضي بيبقى هاد، والتصريف الثالث هاد. النهارده هنتكلم عن verb to have في المضارع في حاله الاثبات. اوكي، يبقى verb to have من الافعال الغير منتظمه بيبقى have في المضارع، have او has، have للجمع وhas للمفرد، have للجمع وhas للمفرد. وفي الماضي had اوكي، have had. اصل الفعل هو verb to have، ده اصل الفعل، مصدر الفعل have. اوكي كويس خالص. I you we they ياخدوا have للجمع او اي فاعل جمع. he و she و it او اي فاعل مفرد ياخدوا has. خلاص ده في حالة المضارع. اوكي كويس خالص. We have an exercise here. Let's answer it together in order to do more practice. Practice makes perfect. يلا نحل التحدي ده كده مع بعض. Choose the correct answer. Number one. I have a car. I'll give you time to think of the answer. Very good. Bravo عليكو. كويس خالص. عندي هنا I تعامل معاملة الجمع. خلي بالك مع have على طول يبقى اختار have، ما بختارش has. يبقى I have a car. I have a car. أنا أمتلك عربية، أنا عندي عربية. لاحظ إن I مع أفعال تاني بتاخد، على سبيل المثال verb to be بتاخد في الماضي was، I was فيها S، لكن هنا مع verb to have تاخد have ما تاخدش has. خلي بالك من الحتة دي. أوكي let's move to number two. They have can lots of toys.
I'll give you time to think of the answer. باخد بالي من المفرد والجمع وباخد بالي من المعنى كويس، بترجم كويس. زي ها يس زي هم جم، يبقى على طول بختار هاف، ما بتاخدش هاز، ما بتاخدش هاز. زي جم تاخد هاف، يبقى زي هاف lots of toys، هما معاهم لعب كتير. Let's move to number three. Salma and Sarah has, have, or some sandwiches. Yeah. Don't think of the answer. Salma and Sarah, they are plural, جمع. يبقى مش هينفع has معايا. مع السلامة. سلمى and Sarah are، المعنى مش عايزها، مينفعش. يبقى على طول اختار I choose have. ليه؟ سلمى and Sarah have some sandwiches. have للجمع وhas للمفرد. Let's move to number four. She has, have, is a yellow dress. I'll give you time to think of the answer. Great. برافو عليكو. كويس خالص. مركزين. She تاخد has. صح. She تاخد have. مينفعش. Have للجمع. مع السلامة. تطير مع العصافير. متفعش معايا. She تاخد is. تنفع. أترجم الجملة كويس. She is a yellow dress. هي تكون فستان أصفر. ما ينفعش. المعنى مش عايزها خالص. يا مستر she تاخد is. عندك حق. She تاخد is. بس المعنى. لازم أترجم الجملة كويس قبل ما أحرم. يبقى she has على طول. She has a yellow dress. يا ريت تفكر في نفي الجمل دي عشان الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن النيجاتيف. النفي في verb to have. ياريت أشوف ده في التعليقات. Let's move to number five. It has, have, like a long tail. Yeah. برافو عليكو. كويس خالص. It مفرد. It تاخد have. ما ينفعش. مش نافع معي. It تاخد has. يس. إت تاخد لايك بس. لا. ما هي وشي وإت. بحط الفعل إس. ما هي وشي وإت. برافو عليكم. بحط الفعل إس. يبقى مينفعش لايك. يبقى إت هاز. هي لديها. ديل طويل. إت هاز a long tail. أوه. The cat has a long tail. لديها. أوكي. كويس خالص. Let's move to number six. Let's has, have, having a snack. A snack means معناها ها وجبة خفيفة. Yes. يبقى هقول ايه. Let's ايه. Hey master, في is ايه. احط الverb ing. في is احط الverb. لا. مينفعش. The let's معناها هيا. هيا بنا. خلاص. يبقى مش هينفع. Let's has ولا have. Let's be وراها مصدر فعل. Let's be وراها مصدر فعل. وانت مغمض احفظها كده. Let's على طول بيجي وراها اصل الفعل مصدر فعل. الفعل يعني ايه مصدر فعل؟ يعني الفعل بدون اي اضافات او بهارات. يبقى let's have على طول. Let's have breakfast. Let's have a snack. Let's go out. اوكي؟ وهكذا. Let's be وراها مصدر فعل. كويس خالص. Let's have a snack. Let's move to number seven. Layla has, have, having chicken for lunch. I'll give you time to think of the answer. Yes, أنا باخد بالي من مفرد وجمع. ليلى مفرد.
يبقى تاخد هاز يس، تاخد هاف طبعا لا مش هينفع، هافينج طبعا مش هينفع. ليه؟ مفيش حاجه بتحركها هنا. اوكي كويس خالص. يبقى ليلى على طول هاز مفرد، ليلى هاز chicken for lunch، ليلى تتناول لحم الدجاج على الغداء. يبقى ليلى مفرد تاخد هاز. كويس خالص. Let's move to another exercise. Read and correct the verb. عاوزين نصحح الفعل اللي هو بين أقواس. I space have two brothers. عاوزين نصحح have. إيه الشكل الصحيح ل have هنا؟ Yes. باخد بالي المفرد والجمع كويس. I تعامل معاملة الجمع، ما تاخدش has. يبقى I have على طول. يبقى I have two brothers. I have three children. وهكذا. Okay. She has three sisters. وهكذا. يبقى كده ناخد جمل و examples اللي verb to have علشان تعرف تتكلم ازاي وتستخدم verb to have بطريقة صحيحة. Let's move to number two. It space have two wings. Yes. Great. It singular مفرد. يبقى على طول it has. هي لديها جناحان. It has two wings. يبقى هنا has معناها لديها. Okay. أو تمتلي. It has two wings. هي لديها جناحان. Let's move to number three. Space have a great day. Have a great day. Yes. أنا لما أبدأ الجملة بالفعل يبقى مصدر فعل. Okay. فيها إعطاء تعليمات. هنتكلم عن الجملة الأمرية بعدين. يبقى هقول إيه؟ Have a great day. Enjoy the day. Have a great night. We saw on. Okay. يبقى هنا have على طول. هبدأ الجملة طبعا بحرف كابيتال. Have a great day. استمتع بيوم جميل. Let's move to the last exercise here. Rewrite the following sentence. He has a rubber in his bag. هو لديه أستيكة في حقيبته. بيقول استخدم I يعني أنا. I هبدأ بيها. أوكي. يبقى هشيل الفاعل هنا وحط مكانه فاعل. يبقى شيل he وحط I. هقرا جملة كويس وترجمها وشوف إزاي أحافظ على المعنى بطريقة مناسبة. He has a rubber in his bag. شلت فاعل محل فاعل. يبقى I ايه؟ ها؟ I تاخد has؟ طبعا لا. يبقى I have على طول. I have وكمل باقي الجملة عادي خالص. I have a rubber in his مش هتنفع. يبقى هنا I have a rubber. I الضمير بتاعها صفة الملكية. يبقى my على طول. يبقى I have a rubber in my bag. في شنطتي. أنا باخد بالي من كل كلمة في الجملة. مش بستعجل. I'm not in a hurry. يبقى هنا he has a rubber in his bag. يبقى I have a rubber in my bag. My هنا هنتكلم عن صفات الملكية في حلقة جاية إن شاء الله. من صفات الملكية بيجي وراها الحاجة تتملك. أوكي. وكده انتهينا من حلقتنا النهاردة من تعلم الإنجليزية مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي. اضغط اشتراك، اعمل شير واعمل لايك لو عجبك الفيديو، و activate the bell
فعل الجرس علشان توصلك جميع إشعاراتنا. وأشوفكم على خير في حلقات جاية كتير. وجود باي، مع السلامة.